السلام عليكم. ما هو الحيوان الذي يتحمل العطش أكثر من الجمل؟ فمعلومة مغلوطة حول هذا الموضوع هو أنه هناك من قال أن الجمل هو الذي يصبر أكبر وقت ممكن، وذلك أنه يحمل في أحد أعضائه والتي تعلو في الجسم نسبة من الماء، وهذا ما يجعله يعني لا يتردد كثيرا على الماء. هناك طبعا هذا فيما يتعلق بالجمال. هناك كذلك من يقول أنه هو العقرب، لأن العقرب تعيش في الصحاري، وفي الصحاري لا توجد مياه، وهذا كذلك غير صحيح. ولكن الإجابة الصحيحة للحيوان الذي يصبر أكثر من الجمل والذي يقتات على الشوك بالكثير، وهو الزرافة. إخواني الكرام،